بلشتي رقم السؤال اللي عم نحله بملحق الجزء الاول. تعرف شو يعني ملحق الجزء الاول؟ اذا تطلع على الكتاب من فوق مكتوب ملحق الجزء الاول تمرين رقم 57. تمرين رقم 57 الرسمه اللي عندك نفس الرسمه اللي هلا شو بتخربط فيها نفس الشيء. ولا طيب اتركها. الانسان تقول المان بين انه هي هي الاكس. هالسهم شو عم يعمل هون؟ السهم مبين ولا ما مبين؟ السهم شو يعني؟ يعني اكس. بس في سهم ليك واضح. لا لا الاكس الاكس ما يحطوها بالامتحان. لا مو الاكس مو السهم. معناها نسختك انت مو اصليه. الانطباع عند اليسار مو واضح على فكره. طيب اول طلب يا اليسار هاتي لنشوف. ما معادله المستقيم المقارب؟ شو يا اليسار هاتي؟ وين المقارب لرأيك؟ اقترحي. شو يعني مستقيم مقارب؟ قبل ما تقولي بدي اقول لك كيف شكل المستقيم المقارب. كل معي. هذا خط، شوف شوف. هذا خط، إذا شفت جنبه هيك مستقيم هذا بنسميه مقارب شاقول. شوف الأشكال للمقارب. هيدا خط إذا شفت جنبه هالمستقيم هذا بنسميه أفقي، لك قريب منه أفقي. هيدا الخط هيك مثلا. شوف الخط، شفنا جنبه مستقيم مائل، هذا بنسميه مقارب مائل. كم مقارب إذا عندي؟ ثلاثة. مائل، شاقولي، أفقي. ابحث عن أحد هذه الأشكال على الرسم. أي واحد من الموجود، هات يا اليسار دوري. هذا المستقيم الأسود. شو معادلته؟ ناقص واحد. واي تساوي ناقص واحد. الغش الطلاب فيك طب واي تساوي الصفر. فكروا لها هذا مبدأ الأحداثيات. مين اللي بيحدد لك محور الأحداثيات؟ مين اللي بيحدد لك السهم؟ السهم شباب لو نقول لها هيك أنتم حطوا دوار جنب. بغش السهم. محل السهم شو بنكتب؟ واي تساوي صفر. شو قلتي جواب؟ ما في مشكلة. وهنا نرى في هذا الرسم اعتقاد خاطئ لدى الطلاب، يعني الطلاب يقولوا ما بصير المقارب الافقي يقطع الخط البياني، مين قال لك؟ الاستاذ قال لي. الاستاذ قال لك بس الاستاذ قصده هون، مو قصده بالجهة الثانية. بجوار التقارب، هلا هذا المقارب من جهة اليمين ولا اليسار؟ من هالجهة. يعني بجوار الزائد الثاني هاي، صح؟ شو لنا علاقة بالنقص من جهة اليسار؟ ما لنا علاقة. هون بهالجهة اوكي ما بصير يقطع يا جو، أما بالجهة الثانية ما لي علاقة. تمام؟ إذا أول سؤال شو جوابه؟ واي تساوي ناقص واحد. مين كان بده يرفع إيده؟ نزلوا. مين كان واي يساوي صفر يرفع إيده؟ أها. كل عرف وين المشكلة؟ بالسهم. هات البعض. ما مشكلة، خربطوا هون أحسن ما تخربطوا هون. ما الوضع النسبي؟ شو يعني الوضع النسبي؟ أصلاً الذكي انتبه كلمة الوضع النسبي لا تقال إلا للمقارب الأفقي والمائل. شوفها شو الذكي الرياضي يعطيك بيعرف. كلمة الوضع النسبي لا تقال إلا للمقارب الأفقي والمقارب المائل. معناها المقارب اللي طالع معك بالطلب الأول سيكون حتما إما مقارب أفقي أو مقارب مائل. نحن عرفنا. تعالوا ندور على الخط الاسود. رح ارسم لكم الخط البياني بالاحمر. رح اعلمه بالاحمر. شوف بيبي خليك معي. بدنا نحكي الآن وين سي فوق المقارن؟ وين سي تحت المقارن؟ وين في نقطة التقاطع؟ هذه هي الوضع النسبي. بنبلش بهالمنطقة. من هون ركز معي. من هون لهون سي تحت المقارن، صح ولا ما صح؟ إذا أول حالة سي تحت المقارن عندما
بدك تحكي. يلا هالقطعة شايف هالقطعة اسقط عليك سات. من هون ناقص لنهاية. من هون هاي بتطلعون لهاي دي شو هاي؟ لا بينه. ناقص واحد على رسم. من جهة اليسار شو؟ ناقص واحد. على رسمتكم عم حطوا جنبها ناقص واحد. إذا لاحظ عندما إكس ينتمي من ناقص لنهاية يعني من هون لا عند هالنقطة واللي هي ناقص واحد مفتوح طبعا سي تحت المقارب. ليش مفتوح؟ لأنه عند الناقص واحد نقطة تقاطع. عنده بالضبط شوفي عندنا نقطة تقاطع هي أعطونا نقطة تقاطع ناقص واحد صفر. شو ايه ايه بس قطيه لهون ما تكون ناقص واحد. طيب شو نقطة كامل هاي حطيت لك اياها فوق وهي هي المحور هون بس قطيه شو هي؟ ناقص واحد. لا اذا اغلقت عنده ناقص واحد ما عاد فينك تكون تحت لانه عنده ناقص واحد سيمان تحت نقطة تقاطع. ليك لحالة سكان ناقص واحد لو احنا بنحكي عنه نقطة شو؟ تقاطع. خلصنا من هاي القطعة. يا تفضل. بعرف مهم تبعي ركزوا معي شو لما بدك تقول سي تحت المقارب تقول بالمجال تذكر من هيك بدنا ناخذه من السطر الاول ما بناخذه من السطر الاخير يعني ما بنحكي عن الوايات. عندما تتحدث عن المجالات الاضطرار مجالات الحلول مجالات الوضع النسبي تحكي عن الاكسات ما تحكي عن مين؟ عن الوايات. النقطة أحداثياتها هاي النقطة شو أحداثياتها؟ إكسات ناقص واحد ولا هون أصدق؟ برافو عليك هاد ركز لي إياها. أعطونا النقطة شو أحداثياتها ولا اكتبها على جنب. أعطيني إياها يا حبيبي. ناقص واحد ناقص واحد شكرا على التنبيه. أنا راح بالي مثل البنات اللي كنت عم بضحك عليهم من شوي. من جنب أنا قاعد عم فكر شو مثل اليسار محور الإكسات هذا ما أنا محور الإكسات طبعاً هاي دي يمكن ما علي علامة بالامتحان بس يفضل تعرف تكتبها اكتبها بس كلمة نقطة تقاطع علي علامة برجع بعيدة يلا برجع بعيدة بهالمكان أنا راح أعمل شو شو عمل الرسم حاصل رسم الأقسام هاي القسم من هالخط لورا سي تحت المقارن لكن سقطها ما أقصدها سقطها واحد عند الواحد نقطة تقاطع شوف بهالمنطقة من هون لهون كل هالمكان سي فوق المقارن عين هاي بهالمكان من هون لهون شوف هالقطعة كلها سي فوق مين المقارن طب هون شو الأحداثيات ناقص واحد وهون شو زائد إذا الحالة الثالثة شو بنقول له سي فوق المقارن بالمجال هات من وين لوين؟ من ناقص واحد مفتوح لوين؟ للزائد يعني إذا لما بنقول فوق وتحت افتح عند العدد نقطة تقاطع اغلق إذا كم حالة عندنا؟ ثلاثة حالات مين ظابط ما يرفع عيونه؟ أوه ماي جاد ليش هيك؟ إلا ما تكون طلع معك شي نكشة هيك صغيرة يا ماما لا بدك تفتح ولا لا لأنه نقطة تقاطع عند النقطة فقط عند النقطة يلا بسيطة شو طلع اللي بعده يقبل اف قيما حدية كلمة قيما حدية يعني قيمة محلية كبرى أو صغرى وحدد نوعها حددها وحدد نوعها تمام واضحة جدا هذه القيمة قد طلع 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 ليكم هاي شو اسمها قيمة حدية أو قيمة محلية كبرى شو أحداثيات لهي صفر صفر إذا جواب السؤال الثاني F الصفر بيساوي الصفر قيمة محلية شو كبرى بيظبط ما يرفع ايده
كذا ما هي مجربين بالوظيفة؟ أكيد لهم مجربين كانوا عارفوا مقطع. الله يسامحكم. قولوا آمين. الله يعطيكم. قولوا آمين. عجلام عليكم. خلاص لكم. هاي. هيا. حط طلع 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 على القمة. من القمة رجع لزين. والله أعلى شيء قيمة. حليكم. هلا انت كان اشكال قبلكم تطلع تنزل شام يصير ثالث مقال ليش عم تعلم؟ على ما يستنى سي تحت المطالب عندهم ناقص واحد شوفوا هل سي تحت الخط؟ لا متقاطع معه فما فينا نقول مغلق هلا عن نقطة التقاطع كلمة بنغلق المجال يعني يساوي كلمة يساوي يعني كان عم نغلق شو؟ مجال بس ما في شيء مع الواحد لا واحد نحط له يساوي يلا آخر طلب هون فراش الطلاب كليات في حالة كي عدد حقيقي عين بدلالتها مجموعة حلول المعادلة fx يساوي كي كيف بنحل هاي الطلبات؟ يلا نرسم بدنا حلول معادلة ركزوا معنا اللي عم يحكوا مع بعض هذا الفضل اللي عم يحكوا مع بعض كبير الورق عمل لك جولة بالورق كل اثنين عم يحكوا مع بعض اشلحي لي هنا على اقرب غرفة انتظار جنبه كيف تفكر بهذا الطلب؟ يلا ركز لي من خارج بنصحك قبل ما تيجي على الدرس كون تمرة جد عم بحكي خاصة البنات البنات كثير عم يتعبوا تطلعي الصبح دايخة مرضانة تعبانة لأنه بطنك فاضي. اوعى تطلع من البيت بطنك خاوي. هي نصيحة خاصة أيام الامتحان. أنا هلا بقول لكم شغلة أنا بالشام كنت عم برجع نام طب 12 يعني أكلت هون هنيك صار معي شغلة رحت على أساس القاعة ب 950 طلعت القاعة ب 900 والدورة مسجلين 400 بدك تعملوا العالم. لو 150 مظلومة ثلاث دفعات ممكن دفعتين الصبح ودفعة بعد الإستاذ. أما أربع دفعات ورا بعض أنا رح قسمناهم 100 100 100 100 من 8 ل 10 برجع بعيد الحكي من 10 ل 12 برجع بعيد من 12 لتنتهي ثلاث جلسات متتالية ما في وقت لتفطر بتفي 7 بين متوسع على القاعة بدك 8 يعني بدك ساعة ما في سيارات بالشام الصبح عجقة كثير ومدري شو ما في مكان للفطور فولا يوم فطرت من هذا الوقت اللي هو من 8 لتنتهي وبعد التنتين بين الطلاب يتصور وما بعرف شو وياخذوا توقيع او يسالوا كورسات ثلاثة طبعا هون عند استراحة من التنتين للأربعة ونص ساعة منه للطلاب يعني ضلت معي من ثلاثة للأربعة ونص وفي هناك أنساب دارين عم يسألوا مو طلاب في أنساب جايين عم يسألوا راح نص ساعة للأنساب يعني ضل معي ساعة ثلاثة ونص كنت أول ما باكل بس شو كان غذائي بهالوقت؟ تمرة واحدة يا شباب. بس أنا طالع على السريع أول يوم كنت صار جيب لي مع كيس تمر، حطه جنبي جنبي على التمر. الوقت على السريع طلعت باخذ التمرة وبنزل. تمرة واحدة. قادر تصوم عليها نهار كامل. نهار كامل. لأن مو ما تكون بطنك، أما لو تنزل بطنك فاضي حتما بدك تدوخ. فتمرة واحدة كنت ضل فيها، من وقتها طبعا هذه مو بس هلا عم بحكي حتى عن حياتي الجامعية كلها. فكل واحد التمر غالي شوي بس ما مشكلة فقال له يقول لي البابا بدي كيس تمر يجيب لك تمرة وتسحري تمرة بعد اليوم بس هذا إذا عندك وقت تفطري فطور كامل أما ما عندك وقت عم بحكي عن ما عندك وقت مستعجل بدك تلحق أول صف ما بعرف شو وما بدك تتقاتل مع العالم كون تمرة وتعال يا كيف رح حل هذا الطلب؟ مو ولا فنجان قهوة عريق قال بتي انا ما بصحصح الا فنجان قهوه القهوة اسمعوا جماعة القهوة الجماعة عم يحكوا ورا القهوة منبهة للأعصاب حتما قولا واحدا يعني مدمن القهوة أعصابه غير هادئة هذه إجبارة يعني ما بيكون باله طويل ما بيقدر يطول باله والعلم دراسة بدها بال طويل فنجان قهوة باليوم يمكن ما يأثر بس والله مرة اثنين ثلاثة أربعة
اعصابك متنبهه كل الوقت، انت مشدود كل الوقت، فخففوا قهوه شوي. اما جماعه الدخان هذا حكي ثاني، والارجيله حكي ثاني. بدهم يلا حبيبتي سد بوزك بعدين تخرطي عن بيتك خلصينا. اف اكس يساوي كي، خليك معي. لا انا زكي شو بيعمل؟ شيلها لهالكافيه، شيلها. اعطيني شي عدد يا انسه. اعطي اثنين تكرمي. كيف كنا نحل اف اكس تساوي اثنين؟ كنا نرسم مستقيم افقي، وين هو هذا اثنين؟ واحد اثنين. ها بكم مكان قطع الخط؟ بكم مكان؟ ولا مكان. اذا هذا لا يوجد حلول، فهو بدك تناقش الان كل شيء. شو بتعمل؟ تتخيل حالك انك راسم مستقيمات افقيه. شوف هذول هن بدك تحكي عليهم بالتفصيل، هون هون هون. بس انا راح اعطيك طريقه ذكيه جدا جدا جدا. طول الفكره جنبها عشان ما استعذب الامتحان. نحدد المستقيمات الافقيه، نحدد المستقيمات الافقيه الموجوده في الرسم. نحدد المستقيمات الافقيه الموجوده في الرسم، ثم نناقش شو نسميها مجالات؟ كلمة مجالات بتغش شوي. ثم نناقش الحلول ضمن هذه المجالات. شو كانت الكلمة الأولى؟ نحدد المستقيمات الأفقية المحصورة في الرسم، ثم نناقش الحلول ضمن شو كلمة مجالات؟ ما بدي إياها. ثم نناقش الحلول ضمن هذه المستقيمات. ضمن هذه المستقيمات. على السريع يا براءة قريبة علينا. شو المستقيمات الأفقية بالرسم؟ أعطيني إياها. هذا شو هذا؟ واحد ناقص واحد. شو في غيره؟ صفر. هذا في غيره؟ اها بينت يا شباب. معنا ليش بتناقش؟ بتقول مهمة صفر ناقص واحد؟ بتقول فوق الصفر شو عم يصير؟ تحت الناقص واحد شو عم يصير؟ وبيناتهم شو عم يصير؟ ثلاث مرات بالناقش برجع بينهم كده. فوق الصفر شو في حلول؟ تحت الناقص واحد شو في حلول؟ وبين هاد وبين هاد شو في حلول؟ تعالوا نشوف. مثل ما قالت الفريق من شوي، اذا بدك تاخذ الواي اكبر من الصفر، شوفها مو اسمها واي، شو سميناته؟ كي. اذا بدك تاخذ الكي اكبر من الصفر، يعني بهالمنطقه هون من هون ولفوق، قد ما رسمت مستقيمات افقيه فوق الصفر، مش يعني كي اكبر من فوق الصفر، كم مره بتقطع الخط؟ ولا مرة. إذا بتقول لا يوجد حلول، أي أول 10 علامات أو 5 بمثل ما هي العدلة. ترسم مستقيم وفوق فوق الصفر، أين الصفر؟ أي الصفر؟ ترسم فوق منه مستقيمات، قطعت الخط، الخط لونه أحمر يا بني. قطعت شيء؟ لا. إذا شو بتقولي؟ لا يوجد حلول. ركزوا لنا نظركم بهالمكان بين الصفر والناقص واحد. حنين رسمي لك خط بخيالك هيك، بكم مكان راح يقطع؟ رسمي خط، راح ارسم لك يلا ارجع امسحه. بكم مكان قطع؟ بين هالاثنين، هون نقطة وهون نقطة. إذا بهذه المنطقة كم حل على الماء؟ حلان. إذا شو بنقول له؟ كي، ركز معي، بين الصفر والواحد يو ناقص واحد. ايما معناها بالعكس، اكبر من الناقص واحد، يعني فوق الناقص واحد، وتحت الصفر يوجد. شو الجواب شباب؟ حلا. الكي فوق الصفر وتحت الناقص واحد حلا. طولي بالك لا تستعجل. عند الصفر انا حكيت بيناتهم، عند الصفر هون، هي عند الصفر، هي الصفر،
كم نقطة على واحد؟ عنده الناقص واحد. وين الناقص واحد؟ هذا اللي تحت. هون شوف. عنده الناقص واحد. كم؟ حال واحد. شو ضل أي مجد أي منطقة؟ المنطقة اللي تحت الناقص واحد. وعندما الكي أصغر من الناقص واحد، رسم مستقيم تحت. كمان شو؟ حال واحد. طبعا في عالم بيدمجوا هذول الاثنين مع بعض. بصير ما في مشكلة. آخر اثنين فينا ندمجوا لأنه اثنيناتهم حال واحد. نظام تمامية بالمية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشرة بالمئتين كويسة. هلا اسأل بعد ما تكتب مستقبل أسئلة. احفظي لنا التسجيل هسه. شكرا جزيلا. تفضل. هاي. الملاحظة اللي قلناها بدي ارجع عيدها بضيف لك كلمتين صغار. نحدد. رجعوا الملاحظة اللي قلتكم إياها. أنا شو قلت لكم؟ فكرة الحل لهالسؤال نحدد المستقيمات الأفقية المتقاطعة مع الخط C. المتقاطعة مع الخط C. بعدين الملاحظة ثم نناقش الحلول ضمن هذه القطع أو المستقيم. إذا أنت لو عندك مستقيمات افقية بس ما متقاطعة مع الخط سي، هذول ما لك على اخير ما بيجي بسيرتك. هلا مين كان متقاطع مع الخط سي؟ نحن عندنا الصفر والناقص واحد، لذلك انا نقيتهم لهالاثنين وحليت التمرين ضمنها. احفظ لنا على انسى.